ينضم إلينا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الليبي السيد محمود إسماعيل الرملي. سيد محمود، أهلا بك معنا في أخبار المملكة. بداية، ما جرت له الدعوة اليوم من قبل الدول الاتحاد الأوروبي، برأيك إلى أي مدى ستلقى أذانا صاغية لطرفي النزاع؟ دعيني أقول بأن الضبابية هي سيدة الموقف في المشهد الليبي، فمع أن الاتحاد الأوروبي قد أخذ على عاتقه إمكانية أن يكون هناك تقدم في تطبيق مخرجات برلين، إلا أن ذلك لم يكن واقعيا على الأرض، فمع التوجه إلى إمكانية أن يكون هناك عملية في تفتيش أو توسيع ما يتعلق بعملية صوفيا التي بدأت منذ 2015، إلا أنه كان هناك إشكاليات في آلية تمويلها وإمكانياتها وكيف ستنفذ. الإشكالية الثانية متمثلة في أن هذه العملية ربما ينظر إليها على أنها مقصود بها حصار حكومة الوفاق دون أن تنظر إلى إمكانية الطرف الثاني، لأن تزويده يتم بالبر وبالجو، حيث أنه يرتبط بحدود مع مصر مداها 1200 كيلومتر، ثم إن لديه أيضا مناطق جنوبية. المنطقة حكومة الوفاق الوطني ليست لها حدود برية، بل حدودها بحرية في آلية التزويد أو جوية. وأيضا هناك الطائرات اشتكى، وأيضا خبراء الأمم المتحدة أثبتوا أنه هناك كثير من الطائرات ما بعد مؤتمر برلين قد وصلت إلى المنطقة الشرقية. وقع عملي أنه إلى أي حد يمكن أن يكون مؤثرا هذا القرار في تنفيذ أو في الحد من إشكالية النزاع، أعتقد أنه من الصعوبة بمكان في دراسة هذا الموضوع أن يكون مؤثرا في الوقت الحالي، ربما سيحتاج إلى سنوات من أجل انتهاء مخزون الدخل والأسلحة الموجود في ليبيا. إذا لن يؤدي إلى نتيجة، فهل كانت هناك بدائل وربما تدرس، وهذه البدائل ما هي اللي ممكن تطبيقها، خاصة إذا رأينا أن هناك توجه من العالم على أنه ضرورة أن يكون الحل سياسيا، إلا أن الحل السياسي في ظل عدم توافق الطرفين على إمكانية وقف لإطلاق النار يكون دائما موقعا من قبل الطرفين، وأيضا فشل لجنة 5-5 واحتمالية بدء أيضا ما يتعلق بالناحية السياسية والمسار السياسي يوم 25 أو 26 من هذا الشهر، علاوة على المسار الاقتصادي الذي بدأ. طيب برأيك يعني سيد محمود، على ما يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد محمود، شكرا جزيلا لك، أو على ما يبدو أن الاتصال عاد مع السيد محمود إسماعيل الرملي، هل أنت تسمعني سيد محمود؟ معكم بشكل جيد. طيب نعم. اليوم ما المصير الذي ينتظر ليبيا بعد 9 سنوات على ثورتها؟ أعتقد أن الاستفتاء الكبير الذي حصل في هذا اليوم بنزول الناس شارع طرابلس والمدن الليبية المحررة التي لا تقع تحت الاحتلال القوات التابعة لحفتر خير دليل، فهناك مئات الآلاف قد نزلوا، وهو دليل على أن الليبيون يريدون حرية ويريدون استقلالا، ولا يريدون أن يكون هناك عنجهية عسكرية باسمها سميها كما تشاء. الواقع أن الأمور ملفتة للنظر، وأن الموقع الذي أو ما يقوم به حفتر لن يستطيع الانتصار. هناك 215 يوما لم يأتي بنصر ولم يأتي بدخول ولم يأتي إلا بوعود، ربما خلب وخيب أمال حتى المنتظرين فيه، وأيضا خيب أمال الدول التي دعمتها. الواقع الليبيون لا يريدون إعادة حكم العسكر، وإنما يريدون هدوءا واستقرارا، وأن تساعدهم الدول في الانتقال السلمي من أجل الدستور ومن أجل الاستقرار. ولذلك ليبيا ستمر بمرحلة صعبة، ولكن ستصل، ولذلك لزاما على الدول التي تحب ليبيا وتريد الاستقرار للمتوسط أن تساعدها في السلام، لا في إشعال فتيل الحرب، ولا في إعادة النظام السابق، ولا إعادة صناعة نظام ديكتاتوري مهما كان وكيف كان. أشكر وجودك معنا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الليبي السيد محمود إسماعيل الرملي، شكرا لك.